فاحنا نفسي ان حضرتك بخبرتك تنصحنا ازاي الواحد يرتب فكره وما ينجذبش للعروض دي ويتفاجئ في الاخر انه مش قادر يعيش مستقر. كان في واحد علمني مره رجل اعمال كبير وهو خريج ستانفورد وقال لي انا هعمل لك حركه هتشرح لك حاجه كبيره جدا 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 ممكن تقعد 3 4 سنين تتعلمها. ركز معايا. فركزت معاه راح عامل كده. فقلت له ايه ده؟ قال لي دي انك تعلي ارباحك ودي انك تقلل مصاريفك. بيكلمني كرجل اعمال يعني. ولي دي نصيحتي ليك، ده اللي يخلي المؤسسه بتاعتك تكبر. بس كتير من الناس بتفكر في ده، مرتب يزيد، ارباحي مرتب يزيد، دخلي يزيد، ولكن مش بدي اكون بفكر في دي. اللي تحت. ودي 50% من معادله النجاح بالنسبه للمؤسسه، والانسان مؤسسه. بيته مؤسسه. صحيح.